عودة كبيرة يا اتحاد، عودة كبيرة، عودة كبيرة. لن تكون هنا، هنا البداية. نعم يا نونو، أنت تقود نادي كبير، نادي تاريخي، عند مشوار طويل، بطولات وسنوات من الصعود على المنصات. يا نونو، سنوات من الصعود على المنصات. الاتحاد الذي كان في فترة من الفترات هو الأول، هو الأول، ولا يرضى بغير ذلك. نعم، لحظات كبيرة، لحظات التتويج للاعبي العميد حمدان الشمراني، مدلل العليان والعبود وطارق حامد، ويلتقط الصورة العبود. نعم، افرح، افرح، انت في الاتحاد، افرح، انت مع الاتحاد. نعم، وهنا يعني اكيد ان لاعبي الاتحاد اغلب الموجودين لم يحظوا بلقب ربما منذ 2018، لكن كورنادو اللقب الاول، اللقب الاول للبرازيلي الفنان واللاعب الذي يستحق. نعم، كل تحية وكل تقدير. روما، 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 روما. نعم يا روما، هذا اللقب الاول لرومارينيو، اللقب الاول لرومارينيو، وربما سيكون بعد القاب اخرى بالنسبة لرومارينيو مع الاتحاد، لان البداية دائما تبدأ من مثل هذه البطولات. والتحية من قبل راعي المباراة للاتحاديين بعد مشوار ومكافحة وظروف صعبة مر بها العميد منذ سنوات، كان مهددا بالهبوط. اليوم يتوج بطلا، يتوج بطلا لبطولة السوبر. سيد انمار الحايلي ايضا حاضر في المنصة ويعطي التحية للاعبين، يعطي التحية كبيرة للاعبي فريقه. اليوم كل الحاضرين في ملعب المباراة، لا زال الملعب ممتلئ تماما، وتنظيم رائع وكبير في ملعب المباراة في هذا المساء. الليلة التاريخية للعميد، ولحظات التتويج والميداليات الذهبية للاعبين. سأرفع حجازي الكأس، سأرفع حجازي اللقب الأول للاعب المصري الدولي للاتحاد، مع طبعا اللقب الأول لحجازي مع الاتحاد. لكن الاتحاد تاريخ من البطولات، تاريخ من الرجال العظماء، تاريخ العميد ما هو إلا سيرة الرجال العظماء، من لاعبين، من إدارة، وربما هدية أيضا. هذه، هذا اللقب هدية لمن قاد الاتحاد في فترة من الفترات. أكيد رومارينيو سعيد، رومارينيو مبسوط. مارسيلو كروي، تحية كبيرة من الجماهير، والسيد ياسر المسحل الذي لا زال يعطي الميداليات الذهبية للاعبي الاتحاد في هذا المساء وفي هذه الليلة التاريخية التي توثق من دون شك في مواقع التواصل، في كل الوسائل. الاتحاديين اكيد سعيدين في هذا المساء، اللاعبين في لحظات منتظرة حقيقة لأن يرفع حجازي لقب بطولة السوبر السعودي على كأس بيرين. منتظر، منتظر. نعم، حجازي الآن يصل، أحمد حجازي مع راعي المباراة سيد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. وهنا اكيد هاني ابو ريدة، هاني ابو ريدة، تحية كبيرة للحجازي كابتن الاتحاد، وتحية من انمار واحمد كعكي. والحضور هنا، حجازي الان سيرفع كأس البطولة مع الرئيسان المتفاهمان المتناغمان كعكي والحايلي وحجازي. روح، روح عند اللاعبين، اجري يا احمد، امشي يا احمد عند اللاعبين. سيرفع اللقب، ينتظر حجازي. ولحظة كبيرة وتاريخية للعميد، لحظة كبيرة للعودة للبطولات. احمد حجازي مع واحد واثنين ثلاثة، والاتحاد
بطلا لبطولة السوبر. الاتحاد بالعودة التاريخية العميد، احتفالية كبيرة، أجواء كبيرة في الملعب، أجواء تاريخية لعودة التسعين النشيط، لعودة التسعين الكبير، لعودة التسعين الذهبي. العميد يتوج بطلا لبطولة السوبر السعودي في أمسية رائعة واحتفالية كبيرة كبيرة وسط الجماهير. فرحة 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 كل العشاق وسط حضور جماهير الاتحاد في ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض. عودة كبيرة يا عميد وفرحة تاريخية من دون شك. ألف مبروك لكل العشاق وكل المحبين، وسعدت حقيقة بهذه الأمسية الكبيرة والتعليق على عودة العميد للبطولات مرة أخرى. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، إلى أن ألقاكم في مناسبات قادمة تحيتي. أما الآن فنعود إلى الزميل العزيز محمد خاتم والزملاء الكرام في الاستوديو.